من بعد يا هادشي بنظلمك نظم لبيات من وسط الشعور عن ضيق حالي وعن هذا الظنك من الوجع والمتاعب والعثور واحنا اللي عدم الهايج برك حين فقدان ديه في شعور عنيت من ضيق حالي دون شك ما حنة البدو ليهم بالخدود. هذه القصيدة من كلمات أم محمد ناصر أحمد قاسم، وهذه القصيدة كتبتها قبل وفاتها تعبر عن حالتها التي عانتها في مرضها، كما أنها تعزية بعد وفاة والدها المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم صالح أحمد عسلان. والقصيدة موجهة لكافة إخوانها. نستمع الدمع ثم نستمع الجواب.
عندك حضور وبعد سبعة وشهور في غربتك يا ابو حسن صارت فتاك في القبور. صلاة في الخات لمنا توصلك